السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة أخرى من سلسلة شهوات ريحانة. كمان نقدم لكم اليوم فقاس باللوز بمذاق جديد، والسر عندنا في مكون بسيط جدا. كيف ديما ما تنساوش وضع لايك انضمام للقناة وبارتاجي الفيديو. بسم الله على بركة الله. المكونات عندنا 5 ديال البيضات، 70 غرام ديال الزبدة كتكون بدرجة حرارة المطبخ، 3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف اللي هو الحليب بودرة، هو هذا السر. عندنا 2 أكياس من خميرة الحلويات 14 غرام، 2 أكياس من سكر فانيلا، رشة من الملح، عندنا كأس ديال الزيت بقياس كأس الشاي العنبة، وكأس أيضا من سكر سنيدة، وعندنا الطحين حسب الخليط كياخذ لنا تقريبا 900 غرام ديال الطحين. كنخدموا المكونات مع بعض. عندنا البيض ورشه من الملح والزبده، كنضيفوا اكياس ديال سكر فانيلا، عندنا كاس مملوء من سكر سنيده، اللي كتبغي الحلاوه يمكن لها تضيف واحد ربع ولا نص كاس، وعندنا الزبده بدرجه حراره المطبخ، زبده ديال الاكل نوعيه جيده. كنخدموا المكونات، يمكن لكم تذوبوا الزبده وتضيفوها، انا خدمتها مباشره مع المكونات لانها رطبه. كنخدموا المكونات مع بعض، كنضيفوا كاس ديال الزيت، كنخلطوا المكونات جيدا بطريقه جد سهله وبسيطه. كنضيفوا هنايا الحليب المجفف اللي هو الحليب بودره 3 ملاعق كبيره. بالنسبه للاخوات اللي غادي تسولوني واش ممكن تستغناو عليه، راه في القناه غادي تلقاو انواع اخرى من الفقاس. كاين فقاس اللي باللوز، والفقاس اللي بالنافع والزنجلان، وفقاس بالمربى، انواع كثيره من ديال الفقاس. كنمزج المكونات كلها باضافه الطحين بالتدريج، يعني كنضيفوا شويه بشويه ديال الطحين. بالنسبه للحليب المجفف هنا ضروري في هذه الوصفه، لانه هو اللي غادي يعطينا واحد المذاق رائع للفقاس. كما لاحظتوا معايا ما كاينش النافع، ما كاينش الزنجلان، ما كاينش ماء الزهر، كاين مكونات اخرى. كنضيفوا 2 اكياس من خميره الحلويات 14 غرام في المجموع، وحنا كنجمعوا المكونات كلها. بالنسبه لقياس الطحين خدا ليا 900 غرام، ممكن نتوما اقل او اكثر. كنحصلوا على عجينه رطبه بهذا الشكل كما كتلاحظوا، ما كتبقاش كتلصق ولكن راها رطبه في نفس الوقت. كنجمعوا اطراف العجين كلها، من بعد غادي نقسموه الكريات متساويه، كنحضروه بكل سهوله. هذا هو القوام ديال العجين، كنقسموه الكريات متساويه، يعني نتاكدوا من القياس ديالها. حصلت على 4 ديال الكريات، كنشكلوهم ونخليهم جانبا، عاد غادي نكملوا الطريقه مع بعض. الى بانت لينا شي وحده كبيره كنزيدوها الاخرى. هذه هي 4 ديال الكريات. هنايا خديت 250 غرام ديال اللوز، غسلته مزيان، نقعته في الماء قطرات من الروح ديال الزهر تقريبا ساعتين، ومن بعد غادي نصفيه من هذاك الماء بحاجه ايضا 2 ملاعق كبيره ديال زنجلان اللي هو السمسم، ما كيكونش محمر. كناخذوا كره من العجين، غادي نبسطوها في ورق سلفغيزي، السمك اللي كيكون متوسط. بالنسبه هنايا خديت اللوز وزنجلان، يمكن لكم تضيفوا حتى الكركاع، او ممكن تعوضوا اللوز بالكركاع، شي كيبقى اختياري. كنبسطوا كره ديال العجين، كنبسطوا ايضا الجوانب، كنعطيوها شكل مربع. كناخذوا الكميه ديال اللوز، عندنا 250 غرام، ممكن تاخذوا اكثر ممكن اقل. كناخذوا اللوز كنوزعوه على العجين اللي بسطنا. الكميه اللي عندنا ديال اللوز كنقسموها على عدد الكريات اللي عندنا. كناخذوا الحبات ديال اللوز، كنحاولوا نبسطوهم على العجين، ومن بعد غادي نوزع القليل من الزنجلان اللي هو السمسم. ممكن ديروا حتى الكركاع، كيجي فيه ممتاز، كيعطيه مذاق وشكل اخر.
نديرو الزنجلان وغادي نبسطو شويه بالدلاك، ممكن تبسطو غير باليد. انا غادي نعطيكم جوج ديال الاقتراحات، كناخدو الدلاك وكنبسطو. حنا غادي نبسطو راه العجين غادي يزيد كيرقاق لينا، كنبسطو عاد غادي نلفوه حول نفسه، يعني الطريقه كما كتشاهدوا في الفيديو كنلفوه، راه ما كتقطعش لينا العجينه نهائيا. كنلفوا العجينه حتى كنكملوا، ما كتقطعش لينا نهائيا. بالنسبه لهذيك الفتحه اللي كتكون هي اللي كنديروها اسفل، كتكون في اللاطه، كنحاولوا كنبرمو كنزيدو كنرقو. غير ملاحظه كما كتشاهدوا معايا كيطلق شويه ديال الزيت بفعل الحليب المجفف اللي فيه. دائما كنبسطو كره من العجين كما كتلاحظوا هنايا، استعملت زنجلان هو الاول وكنبداو كنحطو اللوز، يعني نفس الطريقه الباقي الكريات حتى غادي نكمل كل شيء. هنا غادي نضغط غير بيدي، ما غاديش نستعمل الدلاك. كنحاول نعطيكم افكار مختلفه واللي كتناسبها شي حاجه كديرها. كنلفوا العجينه وكنبداو كنبرمو حتى نكملوا دائما هذيك الفتحه الاخيره هي اللي كتكون عندنا في الاسفل. كنزيدو كنبرموه كنقادوه من الوسط ومن الجوانب كذلك، كتكون لتحت هذيك الفتحه. كنوضعوه في صفيحه ديال الفرن اللي فيها ورق سلتريزي، كنخليوه كيرتاح 10 ديال الدقائق. خديت بيضه خفقتها مع قطرات ديال ماء الزهر وشويه ديال بودره كاكاو، كنخلطوا بودره كاكاو مع ماء الزهر، عاد كنضيفوا البيضه وكندهنوا الحرابل ديالنا وكنديروا اشرطه او خطوط بالفورشيت، وغادي ندخلو الفران اللي كيكون بارد. كندخلوه كنشعلوه عاد كندخلو اللاطه حتى كيتنفخ كيضاعف الحجم ديالو. راه كيطيب نصف النضج فقط، ولكن ما كيبقاش خضر وما كيطيبش بزاف، كياخذ لينا تقريبا 25 ولا 30 دقيقه. كنخرجوه وكنغطيوه مزيان حتى كيبرد، نخليوه كيبرد مزيان. الوقت اللي كيبرد لينا كنبداو نقطعو فيه، كما كتلاحظوا معايا كيتحمر مش كيبقى لنا خضر. كنقطعو بواسطه الكيتو. غير ملاحظه، الا مثلا طيبناه وخرجناه وغطيناه كيبرد نخليه ساعتان، الا كنا مزروبين ساعتان. ومن بعد كندخلوه الثلاجه تقريبا نصف ساعه وكنقطعوه، او ممكن كتخليوه كيبات ليله كامله حتى كيبرد مزيان. الغد ليه عاد كنقطعوه، ما يحتاجش اننا ندخلوه للثلاجة الا كنا مزروبين به او بغينا نحضروه في واحد الوقت قصير. بعد ما كيبرد من الحراره ديال الفران كنوضعوه في اناء اخر، كنغطيوه بمنديل وندخلوه للثلاجة نصف ساعه وكنخرجوه كنبداو نقطعوه بسهوله. كيتقطع لنا ما كيتكسرش كما كتلاحظوا معايا، كنقطعوه بالكيتوف او كتقطعوه بسكين اللي كيكون حاد. كنوضعوه في صفيحه ديال الفرن وغادي نرجعوه كيتحمر من الجهتين كما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجي. كتكون الحبات ديال اللوز كلها متقاربه. غادي ندخلو الفران، غادي نشعل عليه غير من التحت او كتشعلو لتحت الفوق حتى كيتحمر، كل سيده على حسب الفران ديالها. هنا بعد ما تحمر وخرجته من الفران كيجينا لون واحد والرائحه ديالو رائعه جدا، وكيجي هشيش ولذيذ، كيستحق التجربة. هنايا خديت الكمية وضعتها في صحن التقديم، والكمية الأخرى كما لاحظتوا بقات في الصفيحة ديال الفرن. كنوضعوه بشكل اللي كيكون مقاد، هذا هو الشكل ديالو النهائي، وكنقدموه بالصحة والراحة لأفراد الأسرة ديالنا. ما تنساوش دائما وضع لايك للفيديو وبارطاجي ومشاركته مع الأصدقاء، ونتلقاو في وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.